حضرتك انا الصبح بشتغل في الشهر العقاري، وبعد الظهر بشتغل كاشير في الشبراوي، ويعني بالليل بنزل اشتغل مع خطيب. لا مفيش منافسه خالص، بالنسبه لي انا ما بفكرش في الحاجات دي. التريلر بتاع كل واحد حسيت ان مفيش حد زي تاني، مفيش منافسه. قلت له عندك لمباده؟ قال لي ما عنديش غير لمباده بالكريمه، وانا ما بحبهاش بالكريمه، اصل حضرتك عارف انها بتحمي على الصدر. انت ما جربتيش اللي بالفراوله؟ جميله جدا يعني. خشي في الموضوع. حاضر يا فندم. قلت له بلاش لمباده، عندك معمول؟ قال لي اه عندي معمول. قلت له بكام المعمول؟ قال لي بجنيه 75. قلت له ليه؟ ده في كل حته بجنيه ونص. والله قلت لها يا دنيا يا رب تنجحي واحنا ننجح وكل الناس تنجح، حتى اللي مش احنا، يعني مش لازم احنا الاثنين بس، بس يا رب ان شاء الله فيلم احمد حلمي يطلع حلو، فيلم حسن يطلع حلو، وكل الافلام التانية حبل فريزر يعني ان شاء الله كلهم يطلعوا حلوين. منوره يا حاجة مين. خالتي مش عيب عليها في السن ده لسه بتقرا ميكي؟ انه بنت مش شعبيه ومش زي نيلي وشهام، مش زي هبه رجل غراب، بنت عاديه، وفي حاجه بيني وبينها كومن، لما تتفرج على الفيلم هتعرفي.